رفعت الجلسة بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا برد طعن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، بما يعني تصديقا لنتائج الانتخابات. ودعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العدوى الفرز اليدوي حصراً، بما يضع علامات استفهام كثيرة حول العملية الانتخابية برمتها، وربما سيفتح باب جدل جديد مستقبلاً. جماعة الإطار بعد ما فش الإطار وبالقانون عقدوا اجتماعاً لمناقشة ما يتناقشون بشأنه مع غيرهم منذ إغلاق الصناديق وحتى اليوم، شكل الحكومة والرئاسة وإلى آخره. مبادرة الإطار التنسيقي لإنهاء حالة الانسداد السياسي استبقوا بها رد طعنهم، ولكونهم لم يحققوا الأغلبية دعوا إلى شراكة حقيقية في إدارة الدولة. وأما شكل الحكومة فليس مهما بقدر أهمية برنامجها، وهي قديمة ونعرفها دور على غيرها. وأما غيرها فالتشكيلة الحكومية المقبلة ما تنحزر، ممكن شهرين أو يمكن شهر، ما تنحزر، خل ننتظر. كل ذلك وصدى في صدانا.